بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ سويا بمشيئة الله وعونه وتوفيقه محاضرات مادة فن القراءة، وهي من المواد المهمة. نبدأ مستعينين بالله في المحاضرة الأولى بمفهوم فن القراءة وتطور القراءة. القراءة لها أهمية كبيرة، لا شك أن قدرة الإنسان على القراءة هذه نعمة من أجل نعم الله على عباده. وإذا أراد الإنسان أن يعرف أهمية هذه النعمة العظيمة فليس عليه إلا أن يقارن بين نفسه وبين من لا يقرأ من أقاربه وأصدقائه ليرى الفرق الهائل بينه وبينهم. فالإنسان ينظر إلى الحروف المترابطة، الإنسان الذي يعرف القراءة والكتابة ينظر إلى الحروف المترابطة التي تتكون منها كلمة وتتكون منها الجمل والموضوعات، فيفهم معانيها ويدرك مراميها، مع أن عقله ربما لا يزال في طور النمو والارتقاء، ومع ذلك يتمكن من معرفتها وفهمها وإدراكها، بخلاف غيره ربما يكون إخوته أو أقاربه ممن لم ينالوا قسطا من التعليم ولم يعرفوا القراءة، إذا نظروا إليها لا يعرفون معانيها. هذه القراءة تغذي عقل الإنسان وتكسبه نموا وارتقاء حتى يصبح ميزانا يميز الإنسان به بين ما هو صواب وما هو خطأ، وما هو موافق للشرع وما هو مخالف للشرع. فيتعاون العقل السليم والفطرة النيرة والوحي البين على قيادة الإنسان إلى تحقيق ما يحبه الله ويرضاه. من جوانب أهمية القراءة أيضا أنها تجعل الإنسان يتصل بالماضي ويستشر في المستقبل، فتجعل الإنسان يقرأ التاريخ ويعرف عبره وينقل للأجيال القادمة أحداث عصره وعادات جيله وتاريخ أمته، يكشف لهم تجارب عصره بما فيها من إيجابيات يدعو لاقتفائها وتنميتها، وما فيها من سلبيات يحذر الإنسان من الوقوع فيها. فإنتاج العلماء وإنتاج المفكرين وقراءة هذا النتاج هي الوسيلة الأولى في نقل الفكر الإنساني والتراث الحضاري من جيل إلى آخر، فهي وسيلة للتواصل بين الأجيال. إلى جانب أن القراءة أداة لقيادة الأمم، فقد سئل الكاتب الفرنسي فولتير عن الأمم القائدة فقال هي الأمم القارئة، لأن القراءة أداة الفرد ووسيلته في اكتساب المعرفة والثقافة كما ذكرنا من قبل، كما أنها لها أهمية كبيرة في تكوين شخصية الفرد الناضجة والمتكاملة. من جوانب أهمية القراءة أيضا أن القراءة تمثل متعة عقلية. كيف ذلك؟ القراءة لها متعة عقلية لا يدركها ولا يعرفها إلا من مارسها. أما من لم يقدر الله له أن ينال هذه النعمة، نعمة القراءة، فتجده لا يفرق بين المكتوب والمرسوم، بين اللعب والجد، بين الحق والباطل، مما يسطر في صفحات الكتب والجرائد والمجلات، لا يفرق بينها وبين الألواح والصخور إلا بأن لون هذا لون وهذا لون صورته له الرؤية. لا يعلم ما محتواه ولا يدري مضمونه، معروفا أو منكرا، يرى الحروف والجمل والسطور، يعني يعجبه الخط لكنه لا يدرك ما معنى هذا المكتوب. فالإنسان يرى الحروف والكلمات والجمل والسطور دون أن يعرف ما تحمله في أحشائها، سواء كان من جواهر أو أصداف. لا فرق بين من لا يعرف القراءة وصبي خرج لتوه من رحم أمه، لا فرق بين من جهل القراءة وبين إنسان فقد عقله، فكلهم حرم متعة التمتع بنعمة القراءة. إلا أن الفرق أن الصبي والمجنون معذوران بسقوط التكليف عنهما، أما هو
فمن المؤهلين للتكليف العيني والواجب الكفائي في أمور الدين والدنيا. القراءة أيضا لها أهمية كبيرة في حياة المجتمعات لعدة أسباب. السبب الأول أنها تربط بين الشعوب وتدعو إلى التقارب والتفاهم الدولي بصفة عامة، وبين عناصر المجتمع المحلي بصفة خاصة. ولها أهمية كبيرة في عملية نقل الإنتاج الثقافي والتراث الإنساني والحضاري من جيل إلى جيل. إلى جانب أن القراءة لها دور عظيم في تنظيم المجتمع وإدارة شؤونه من أعمال إدارية وحسابية وتخطيط وتنفيذ للخطط والمشروعات، إلى جانب أنها أداة للتغيير الاجتماعي الذي يحدث في المجتمع. فالمجتمع حتى ينمو ويرتقي وينهض لابد أن يكون أبناؤه متعلمون، وأي والي من ولاة الأمر لا يستطيع أن يرتقي بمستوى شعبه أو يعمل فيهم نقلة حضارية إلا إذا كان هذا الشعب متعلما أو نال قدرا كبيرا من التعليم. إلى جانب أن التعلم مقياس تقدم المجتمعات، فقد يقاس تقدم المجتمع بمقدار إقبال الأفراد على القراءة. والقراءة لها أهمية في حياة الفرد الخاصة إلى جانب حياة المجتمع، فهي تزود الفرد بالأفكار والمعلومات المختلفة، تمكنه من الاطلاع على تراث الأمم الآخرين وإنتاجهم العلمي والفكري، وسيلة من وسائل زيادة الخبرة عند الإنسان، إلى جانب أنها لها تأثير في بناء شخصية الفرد وتكوينه وتنمية ميوله. وكلما توغل الفرد في القراءة وكثرت مناحي اهتمامه وكثرت قراءاته ازدادت معارفه وكملت ثقافته. وإذا أردنا أن نؤصل للقراءة من منظور شرعي ونتحدث عن منزلة القراءة في الإسلام، نجد أن لها أهمية كبيرة. فإن أول كلمة في أول سورة نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يتعبد في غار حراء أن الله أمره بالقراءة، حيث قال عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم كرر الأمر بها في نفس السورة فقال: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فكان الأمر بالقراءة فاتحة لقراءة هذه الأمة عالم السماوات والأرض، لكي أن هذه الأمة الإسلامية تقرأ عالم السماوات والأرض وتسيح في أرض الله وتعرف ما فيها وما خلقه الله فيها. والملاحظ والعجيب أن الله أمر الأمة بالقراءة في سورة من السور المكية وهي أول سورة نزولا، فقال عز وجل في سورة أخرى في سورة المزمل: فقرأوا ما تيسر منه. وبذلك أصبحت الأمة الأمية التي لا تقرأ ولا تكتب تعلم عالم الأرض من ذوي الحضارات العريقة، تعلمهم علوم الدنيا والآخرة ومعارف السماوات والأرض، وتعلمهم سياسة الأمم العادلة التي تجلب لهم السعادة وتدفع عنهم الضنك والشقاء. لكن ما هي القراءة؟ القراءة عملية يراد بها إيجاد الصلة بين لغة الكلام والرموز المكتوبة بالقلم. ويتضح من هذا التعريف أن القراءة عناصر ثلاثة: المعنى الذهني، واللفظ الذي يكتب، والرمز المكتوب. فنبدأ أولا، فالإنسان في الكتابة يكتب ما يريد، يبدأ بالرمز، والانتقال منه إلى لغة الكلام التي تسمى القراءة، في حين أن العكس يسمى كتابة. يعني الفرق بين القراءة والكتابة أنه في القراءة تكون الكلام مكتوب والإنسان يقرأ، في حين الكتابة الإنسان يكون المعنى في ذهنه ويعبر عنه بالكتابة. وترجمة الرمز إلى المعاني تسمى قراءة صامتة،
يعني الإنسان عندما ينظر في الكتاب ويحول الكلام المكتوب إلى معنى في الذهن، هذا يسمى قراءة صامتة، لأن الإنسان فيه لا يتكلم ولا يخرج الأصوات من فمه. في حين أن ترجمة الرموز إلى ألفاظ مسموعة تسمى قراءة جهرية، لما يكون الإنسان يقرأ من القرآن الكريم فيحول الرموز المكتوبة وهي كلمات القرآن إلى أصوات جهرية، ده يسمى قراءة مسموعة. فهناك فرق بين القراءة السرية والقراءة الجهرية. القراءة السرية الإنسان يحول الرموز المكتوبة إلى معاني بدون أن ينطق بها، أما القراءة المسموعة أو القراءة الجهرية الإنسان يحول الرموز المكتوبة إلى معاني، إلى ألفاظ مسموعة يسمعها الآخرون. عملية القراءة تتطلب إعمال أكثر من حاسة عند الإنسان، فتتطلب إعمال الحواس من عين ولسان وقلم ويد تمسك بالقلم، ويحتاج إلى إعمال العقل والذاكرة حتى يستعيد الإنسان، يتمكن من الاستعانة بمصادر متعددة للحصول منها على زخم معرفي كما وكيفا. يتناسب هذا الزخم مع القدرات الذاتية من أجل تكامل أهداف الاستيعاب والفهم والوعي. ننتقل إلى الحديث عن جزئية أخرى بعد أن تحدثنا عن أهمية القراءة ومفهومها. نتحدث عن مقومات القراءة، الأركان الأساسية للقراءة. تقوم عمليات القراءة على مقومات أساسية ثلاثة. الأولى التعرف، ويقصد بالتعرف الإدراك البصري، يعني أن الإنسان يدرك ببصره الكلام المكتوب. ثم الإدراك الذهني، الإنسان يترجم هذا المعنى، يترجم هذه الكلمة المكتوبة إلى معاني في الذهن. والإدراك البصري اللي هو تحدثنا عنه يعني آلية معينة هي حاسة العين التي خلقها الله الإنسان، تقوم على النظر إلى الصفحة المكتوبة، ثم بعد عملية النظر دي تنعكس الرموز المطبوعة إلى شبكة العين التي تحمل الرسالة البصرية إلى المخ، والمخ بدوره يترجم هذه المعاني، يترجم هذه الكلمات إلى معاني في الذهن. ويترتب على ذلك استحضار المعنى وفقا لمستوى القارئ الثقافي والفكر. يبقى الأول التعرف، الإنسان يرى بعينه الكلمات المكتوبة، وبعد عمليات البصر تنتقل هذه الرموز إلى المخ، فالمخ يترجم هذه المعاني ويفهمها ويدرك معنى الكلام المكتوب. وإذا كانت القراءة جهرية ترسل مراكز الإبصار في المخ إشارة إلى مراكز الكلام في جهاز النطق عند الإنسان، إشارة ليتم التلفظ والنطق بما تمت قراءته. ومن هنا كانت الخطوة الأولى هي عملية التعرف والرؤية والنظر، هي عملية التعرف البصري أولا، ثم سلامة الأجهزة التي تتولى الترجمة، سواء كان من خلايا المخ فالإنسان عقله سليم، أو سلامة أجهزة النطق عند الإنسان، ما يكونش مثلا والعياذ بالله مصابا بالبكم أو شيء. المقوم الثاني مقوم النطق، ويقصد به التلفظ بصوت مسموع يلتزم بالقواعد السليمة للنطق من الناحية الصوتية والنحوية، وتحتاج مهارة النطق إلى تدريب من ناحيتين. الناحية الأولى ضرورة أن الإنسان يضبط مخارج الحروف ضبطا صحيح. ثانيا حسن الأداء، علو الصوت وارتفاعه بما يتناسب مراعاة الموقف والأسلوب. فنطق الصياغة التقريرية الخبرية يختلف عن أداء الأساليب الإنشائية كالأمر والنهي. لما يكون الإنسان يتحدث مع أخيه كلام عادي يختلف عن أساليب الأمر والنهي
وإلقاء الشعر يختلف عن أداء النثر. مواقف الخطابة تختلف عن مواقف الحوار بين الأفراد، هكذا. فالإنسان يجب عليه أن يحسن الأداء بما يناسب، بما يراعي الموقف والحال. المقوم الثالث من مقومات القراءة الفهم، وهذا هو الهدف المنشود من القراءة. لذا كان التفاعل بين الفهم والنطق، إن الإنسان يفهم شيء وينطقه، كان من المقومات الأساسية ومن العلاقات المضطردة بين القراءة والنطق. فكلما ازدادت نسبة الفهم للمقروء كان النطق سليما والأداء جيدا، والعكس صحيح. يعني الإنسان لو قرأ شيء لا يفهمه تجده يتلعثم في قراءته ولا يحسن أداء، أما إذا كان يقرأ شيء ويفهمه تجده ينطقه نطقا صحيحا ويؤديه أداء جيدا. تطور مفهوم القراءة. انحصر مفهوم القراءة في البداية في أن الإنسان يجهر بالكلمات المكتوبة، وكان الاهتمام منصبا على أن ترجمة الحروف المنظورة إلى أصوات مقروءة. هذا هو مفهوم القراءة في بادئ الأمر، دون أن يكون هناك اهتمام بما عداها من قضايا الفهم، على أساس أن الفهم لابد أن يحدث بحكم العادة. فهذا فمفهوم القراءة قديما كان يركز على قضية النطق بوضوح بدون أخطاء. ثم تطور المفهوم بعد الدراسات التي قام بها العالم ثورندايك ليشمل الفهم، الإنسان يقرأ ويفهم ما يقرأ. فأصبح مفهوم القراءة يتمثل في أنها نشاط عقلي متعدد الجوانب، وأن القراءة تهدف أصلاً إلى الفهم، وليست مجرد عملية أوتوماتيكية ميكانيكية يفعلها الإنسان، إنما بالصواب والمستوى الأعلى من القراءة أن الإنسان يقرأ ويفهم ما يقرأ. بذلك تتحول الرموز التي يقرأها الإنسان إلى معاني مدخرة في مخ الإنسان، ومعلومات ومعارف يدخرها الإنسان في ذاك. ثم كان التطور الثالث لمفهوم القراءة ليشمل عنصرا جديدا يتمثل في اتخاذ ضرورة اتخاذ موقف فكري مما يقرأه الإنسان. يعني أنا قرأت ده وفهمته، لابد أن يكون لي موقف فكري منه. هل أوافق عليه؟ هل هو صحيح؟ هل هو خطأ؟ لابد أن يكون الإنسان موقف فكري مما يقرأ. هذا العنصر يحدث يعني يقوم على التفاعل مع المادة المقروءة، هو نتيجة أسباب عديدة، منها ما أسفرت عنه الحرب العالمية الأولى من مناداه بالحرية وإطلاق طاقات الفرد لإصلاح ما أفسدته الحرب، ومواجهة التطورات الاقتصادية والسياسية. من هنا كان من حق القارئ أنه يحاول المادة المقروءة ويعلن رأيه فيها سلبا أو إيجابا من خلال المناقشة والتحليل. ممكن أقبل الكلام اللي أنا قرأته وممكن أرفضه. ثم تطورت في مرحلة رابعة ومستوى رابع أعلى منها، ليأخذ بعدا جديدا يتمثل في الاستفادة من المقروء، بأن الإنسان يوظف المادة المقروءة دي في حل مشكلاته والتصرف في المواقف الحيوية. فمفهوم القراءة هنا يتمثل في جوانب متعددة، هي الإدراك الحسي المتمثل في التعرف والنطق، والإدراك المعنوي المتمثل في الفهم والتفاعل، ثم التطبيق العملي المتمثل في المادة المقروءة. فالإنسان مثلا يقرأ حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، يقرأه دي مرحلة، يفهم معناه دي مرحلة ثانية، يحلله دي مرحلة ثالثة. كون إن الإنسان يتمثل ويستجيب ويظهر في سلوكه استجابته وتأثره بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته، دي مستوى رابع.
أن الإنسان يتأثر به، وما يقرأه يؤثر في حياة الإنسان وفي سلوكه، فينتفع بما قرأ. الإنسان يقرأ القرآن وينتفع بما يقرأ، ويقرأ العلم النافع وينتفع بما يقرأ. ثم هناك مستوى خامس، وهو ويتمثل في محور التسلية والترفيه، في ناس بيقرأوا للتسلية والترفيه، فأصبح ذلك عنصرا من عناصر القراءة. فليس من الضروري أن تهدف القراءة إلى كل الأهداف السابقة دي، لكن قد يقصد منها مجرد الفهم والاستيعاب أو التحليل أو التطبيق العملي أو التسلية والترفيه، زي ما يكون إنسان مثلا مسافر ويركب الطائرة ويقرأ في بعض المجلات أو الجرائد أو نحو ذلك. لا شك إن هدفه من القراءة هو المتعة والتسلية وقضاء الوقت. وبكده نكون انتهينا من هذه المحاضرة.